الوطنية زي العائدون والاختيار، شفت حاجة منها؟ عظيم، شيء عظيم. يعني لا ينكر هذه الأعمال إلا الجاحدون. الاختيار ما عرفش أقول، يعني اسأل أي حد في الشارع، الناس منفعلة قد إيه بهذا العمل اللي ألقى الضوء على جوانب كانت غايبة عن العقول وأيقظ الوعي داخل نفوس أبناء الوطن. منتظرين أعمل منك أكتر الفترة اللي جاية إن شاء الله. وجاي من بعد رمضان اتفرج لي على حاجة اسمها منعطف خطر صعيدي، لون جديد وشكل جديد طبعا. مع مين؟ مع مين؟ معايا حشد كبير قوي. أقول إيه ولا إيه؟ يعني خليها مفاجأة، ولكن يبقى أني هذا اللون أنا لم أقدمه من قبل، اللي هو الصعيدي اللي بيجري وبيسعى زي دبور بتاع ذئاب الجبل. لا 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 لا، ده هنا دموي وتصفوي وعدمي وبيجري ورا الطار، وبنقدم الأكشن الصعيدي. شكرا يا أستاذ.